تختلف طبعاً صاحب محل حلويات مصر. إحنا بنعمل حلويات شرقية وغربية اللي هي التراث والحلويات والحلويات البسبوسة والبسيمة والهريسة الحاجات دي. عندي محلين حلويات مصر. الاحترازات الأمنية طبعاً العمال كلها بتبقى معاها شروط صحية. الجوانتيات، الكمامات، التباعد، النظافة في المكان برضه. وكل واحد بيبقى يبتعد في مجال شغله ان يعمل حاجه منتج كويس بخامات كويسه وسعر كويس برضه عشان الناس تقدر تقبل على المنتجات بتاعته ويشتري. ما هو الانسان اللي بياخد مواد خام مش مظبوطه مش هيطول في السوق برضه، لان هو برضه الزبون يفهم ويعرف الحاجه كويسه من الوحشه، واللي بيشتغل حاجه مش كويسه عمره بيستمر برضه. ان شاء الله بناخد من احسن الشركات وكلها شركات معروفه ومنتجات كويسه وشغاله في السوق. بتبقى حضرتك مش عارف مواد كويسه، خامات نظيفه، سمنه بلدي، حتى لو اشتغلت في سمنه صناعيه بتشتغل سمنه منتجات نظيفه ومعروفه في السوق طبعا ان شاء الله. ولازم الزبون عارف كمان لو حاجه كويسه عمره ما يبيعك تاني، انت بتبيع حاجه حره ما هياش حاجه مجبر عليها. والله احنا بنشكره على المجهودات اللي هو عاملها للبلد. الاول ما كناش بنعرف ننتج من الكهرباء، ما كانتش فيه موجوده، كان كل يوم كهرباء مقطوعه، دلوقتي الكهرباء موجوده وكل المواد الخام موجوده واحنا الحمد لله ماشيين كويس. بنصنع كحك وبسكوت اهو. ربنا يخليك ويشكرك ويحط لك كل سنه.